النيوترون أعطاني كتلة النيوترون، طبعاً هذه أم إلى أن لنيوترون، وعطاني طبعاً الواحد يو اللي أخذناها في الدرس السابق. السؤال أعطاني كتلة نظير الكربون، أعطاني عنصر الكربون وعطاني كتلة النظير، فهذه الكتلة الفعلية، هذه كتلة الفعلية. في السؤال الأول يبي نوجد نقص الكتلة، أوجد نقص الكتلة. طبعاً إذا عطاني كتلة الهيدروجين هو نفس كتلة البروتون. ليش هو نفس كتلة البروتون؟ لأن الهيدروجين يحتوي على بروتون واحد، فلما يعطيني كتلة الهيدروجين هو نفس كتلة البروتون، فهي عندنا كتلة البروتون. شلون بنوجد هاي السؤال؟ طبعاً في البداية لازم ناخذ العنصر ونستخرج منه عدد الإلكترون، عدد البروتونات وعدد النيوترونات. فإذا كان عندي مثلاً الكربون، نتذكر أخذنا في الدرس السابق أن تحت هو عدد العدد الذري عدد البروتونات، والعدد الكتلي يمثل عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. فإذا جيت بعرف أن البروتونات تساوي 6 وعدد النيوترونات، بروح أطرح العدد الكتلي من العدد الذري أطرح، فبحصل أن عدد النيوترونات بعد راح تساوي 6. فأول خطوة نحن لازم نعرف كم بروتون وكم نيوترون في العنصر. خلينا نشوف الحين طريقة الحل. الخطوة الأولى طبعاً إن احنا نوجد كتلة البروتونات وكتلة النيوترونات. شلون نوجد كتلة البروتونات؟ ناخذ كتلة البروتون ونضربها في عدد البروتونات الموجودة اللي استخرجناها من العنصر، وكذلك بالمثل كتلة النيوترونات ناخذ كتلة النيوترون ونضربها في عدد النيوترونات الموجودة في داخل النواة، بنوجد إلينا كتلة كل واحد منهم، بعدين نروح نجمعهم مع بعض، فطلعنا المجموع إلى النيوكليونات اللي سميناها اللي هي عدد البروتونات والنيوترونات. وفي النهاية علشان نوجد نقص الكتلة، قلنا نقص الكتلة هي الكتلة الفعلية إلى النواة. من وين جبناها هذه؟ هذه الكتلة الفعلية أعطاني أن المفروض النواة لما نحسب الكتلة مالتها تعطيني 12.0000، مهم أن تكتبون الرقم كامل، وناقص الرقم اللي طلعناه إلى مجموع الكتلتين للنيوترونات والبروتونات. مثل ما ذكرنا أن نقص الكتلة لازم يكون سالب، لأن الكتلة الفعلية دائماً أقل من الكتلة لمجموع النيوترون والبروتون. ننتقل للسؤال الثاني الحين أعزائي الطلبة، كيف يمكن إيجاد طاقة الربط النووية لكن بوحدة ميجا إلكترون فولت؟ طبعاً علشان نوجد طاقة الربط النووية بكل بساطة، بناخد الطاقة اللي طلعناها أو نقص الكتلة اللي طلعناها سالب 0.09894، ومنشيل اليو منعوض عنها بمقدار اليو اللي موجودة عندنا في الثوابت، نضربها في 931.49. فبتطلع عليكم أعزائي الطلبة الإجابة، المفروض تطلع لنا سالب 92.161 والوحدة ميجا إلكترون فولت. فهاي طريقة الحل إلى السؤال. ننتقل للسؤال الثاني، طبعاً نفس الخطوات بالضبط راح نطبقها، بس أبيكم الحين تحاولون تحلون بروحكم. فنقرأ السؤال، طبعاً الثوابت، هاي الثوابت اللي فوق ما تغيرت عندي، عطاني كتلة الهيدروجين وقلنا كتلة الهيدروجين هي نفسها كتلة البروتون، فعطاكم كتلة البروتون اللي هي ام بي، وعطاكم كتلة النيوترون اللي هي ام ان، وعطاني طبعا الواحد يو كم يساوي علشان التحويل. العنصر عطاني نظير النيتروجين. يلا الحين معاي طبعا نكتب النيتروجين 7 و15. حاولوا تطلعون أعزائي الطلاب كم عدد البروتون وكم عدد النيوترون، نفس ما سوينا من شوي. المفروض أن أنتم توصلتون إلى أن عدد البروتون يساوي 7 وعدد النيوترون يساوي الطرح
ان احنا نطرح 15 ناقص 7 فبنشوف ان عدد النيوترون يساوي 8. هاي اول خطوه لازم نسويها. طبعا هو كاتب لي في السؤال، ولو ما كان كاتب لي في السؤال نقدر ان احنا نطلعها من العدد الكتلي والعدد الذري. طبعا يحتوي على 7 بروتون نفس ما استنتجنا و8 نيوترون، 7 بروتون و8 نيوترون، والكتله اعطاني اياها وقلنا هذه الكتله هي الكتله الفعليه. الحين أعزائي الطلاب، كيف يمكنكم أن توجدون نقص الكتلة لهذا النواة؟ نفس خطواتنا، حاولوا تحلون، حاولوا تطبقون الخطوات اللي سويناها في السؤال السابق وتجدون نقص الكتلة. خلونا نستعرض مع بعض الإجابات. طبعا هذه خطوات الحل، توجدون كتلة كل من البروتون والنيوترون مجموعهم وبعدين تعوضون في قانون نقص الكتلة. كيف يمكن إيجاد طاقة الربط النووية؟ نفس ما سوينا من شوي، بناخذ الناتج النهائي لنقص الكتلة وبنضربه في قيمة الواحد يو، فالمفروض يطلع عليكم الجواب سالب 106.18 ميجا إلكترون فولت. والآن أعزائي الطلبة بننتقل لموضوع ثاني، وهو كيف تعتمد طاقة الربط النووية على كتلة النواة من خلال الرسم البياني الموضح عندنا. طبعا هاي الرسم البياني يوضح لي العلاقة بين طاقة الربط النووية لكل نيوكليون مع عدد النيوكليونات. أول معلومة لازم تعرفونها أن الأنوية الثقيلة ترتبط بقوة أكبر، فكل ما زادت الأنوية الثقيلة بتكون القوة لداخل النواة أكبر من الأنوية الخفيفة. فإذا جيت إلى الرسم البياني بلاحظ المنحنى، بزيادة عدد النيوكليونات بتزيد عندي طاقة الربط داخل النواة، فبتزيد طاقة الربط لين توصل إلى أقصى حد وهو عند الحديد. فمنشوف أن عنصر الحديد هو أكثر استقرار، لأن طاقة الربط يعني تتوصل إلى الحديد أنه أكبر عدد أو أكثر استقرار عند الحديد. كل ما اقتربت العناصر عددها الكتلي من الحديد بتكون أكثر استقرار، فتصبح الأنوية أكثر استقرار كلما اقترب عددها الكتلي من العدد الكتلي إلى عنصر الحديد وهو 56. والأنوية التي أعدادها الكتلية أكبر أو أقل من العدد الكتلي للحديد تكون أقل ترابط، أي أنها أقل استقرار. فأتمنى أن أنتم فهمتون شنو العلاقة بين طاقة الربط واستقرار النواة. الآن ننتقل إلى الشريحة الأخيرة وهي الاستقرار النووي والمعادلات النووية. متى يحدث التفاعل النووي؟ يحدث التفاعل النووي إذا تحررت طاقة نتيجة تفاعل. فلما يكون عندي تفاعل وتحررت طاقة سيسمى هذا بالتفاعل النووي الطبيعي. متى راح يصير عندي هاي التفاعل؟ طبعا إذا اقترب موقع نواة عددها الكتلي صغير من العدد اللي هو العدد الكتلي إلى الحديد 56. يعني مثال، فمثلا تتحول أنوية الهيدروجين في الشمس إلى هيليوم وكربون مولدة إشعاعا كهرومغناطيسيا، وهذا يسمى بالاندماج النووي. كذلك في الحالة الثانية، إذا اقترب موقع نواة عددها الكتلي كبير من العدد الكتلي إلى ذرة الحديد وهي الأكثر استقرار، مثلا يضمحل اليورانيوم 238 إلى عنصر الثوريوم 234 بسبب الانشطار النووي، وتكون طبعا أكثر استقرار وتتحرر طاقة على شكل جسيم مشع ذي كتلة وطاقة حركية. والآن أعزائي الطلبة نجهز لهو التلفون ونفتح برنامج QR Reader لتصوير الشاشة ومحاولة عمل تقييم ذاتي من خلال مسح كود الكيو ار.
وفي نهاية درسنا اليوم أعزائي الطلبة، أتمنى أن أنتم تعرفتم بشكل كبير على النواة. طبعا من خلال درسنا اليوم نقدر نتأمل عظمة الخالق سبحانه وتعالى في هذا الجسم وكيفية تكوينه، وأتمنى أن أنتم تتعمقون أكثر في المادة من خلال البحث. مع السلامة.